أعمل في سيارة الخاصة وليس عندي عمل آخر وأعلم أن ذلك مخالف. نعم. أعمل في سيارة الخاصة وليس عندي عمل آخر وأعلم أن ذلك غير جائز نظاما عند المرور، وذلك منذ أكثر من 7 سنوات، فهل المال الذي يأتيني من هذا العمل حرام أم حلال، علما بأن علي ديون كثيرة ومشاكل عديدة وليس لي عمل آخر؟ المال حلال لأنه كسبك، لأنه كسبك وتعبك، المال حلال إن شاء الله، لكن مخالفة النظام هذه فيها مؤاخذة عليك وقد تسجن، وقد هذه يرجع فيها إلى النظام الحكومة، قد تعفو عنك وتسامحك وقد تعاقبك. أما المال الذي أخذته بكدك وكسبك فهو حلال إن شاء الله، لكن يبقى عليك مخالفة النظام، هذه أمرها عند ولي الأمر.